وفود قادمة لغزة وأخرى تغادر لتكون الصورة أكثر أنباء عن حال حوارات التهدئة مع إسرائيل. حماس تقدمت خطوات تجاه التهدئة في انتظار تحقيق الوعود، حيث ألغت فعاليات الإرباك الليلي لمسيرات العودة والفعاليات البحرية. يعني الوفود التي تأتي في إطار تطبيق هذه الوعودات لجهة البحث في كيفية دخول الأموال عبر الأمم المتحدة لقطاع غزة، وأتوقع أن الوفد المصري سيعود نهاية هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، سيحمل إلى أي مدى الجانب الإسرائيلي لديه الجاهزية مرة أخرى لعدم التنصل من الوعودات ووضع موضع تطبيق. لم يعد واضحا على ماذا تنص حوارات التهدئة بين حماس وإسرائيل، هل تتعلق فقط بتخفيف الحصار عن السكان أم عن حركة حماس أيضا، لكن يبدو أنها ستطول مع تنصل إسرائيل من التنفيذ. وتصريحات نتنياهو الأخيرة بأن السماح بإدخال الأموال للقطاع يهدف لإبقاء حالة الانقسام القائمة، وهو ما قال فيه محللون إنه أهم إنجاز لإتمام صفقة القرن. هذا تدفق الأموال على قطاع غزة في الوقت التي تحاصر فيه السلطة الوطنية الفلسطينية وموظفيها ومؤسساتها التنموية يأتي في سياق عملية الفصل المستمر لقطاع غزة، وبحيث تكون يعني هذا أهم إنجاز لصفقة القرن الأمريكية. الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي معنيان بالوصول لحالة الهدوء، خاصة مع إتمام مسيرة العودة لعامها الأول والخشية من انفجار القطاع قبل الانتخابات الإسرائيلية. ربما هناك حل لبعض القضايا، ربما حديث عن بعض القضايا مرتبطة كمشاكل أساسية كالكهرباء والماء، ولكن بصورة أساسية وقوية تقدير كسر الحصار يحتاج إلى مزيد من الجهد. ما يجري من حوارات حالية ستعمل على تخفيف جزئي للحصار وليس إنهائه، وهو ما لا يلبي طموح مليوني فلسطيني يعيشون الأزمات في غزة. مرحلة حساسة يمر بها قطاع غزة سترسم ملامح الأشهر والسنوات القادمة، لكن فعليا ما يهم المواطن أن يلمس تحسنا في أوضاعه المعيشية. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.